ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث تعقد فعالية المؤتمر الاقتصادي مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية ضعينا في أجواء المؤتمر لديك وفعاليات اليوم الثاني. نعم أميرة، بعد التحية نستمر معكم في هذه المتابعة الحية والمستمرة لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في ثاني أيام هذه الفعاليات. تابعنا منذ قليل ومنذ دقائق انتهاء الجلسة التي عقدت للحديث عن دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة الهامة التي تم فتح فيها باب المناقشة والحوار حول العديد من ملفات مثل دخول أو كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في الأصول المملوكة للدولة. هذه الجلسة الهامة التي انتهت منذ لحظات، وأيضا ستبدأ بعد قليل جلسة أخرى تتعلق بكيفية تطوير القطاع المالي غير المصرفي ووضع الأسواق المالية في ظل التغيرات المالية، وكذلك دور البورصة في تمكين القطاع الخاص. هذه الجلسة تستهدف التوافق على خطوات من أجل تطوير القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية. أيضا بالتوازي مع الجلسات السابقة تم عقد عدد من الجلسات الخاصة بقطاعات الاقتصاد المصري. وجدنا جلسات عن الطاقة وجلسات عن التعليم والصحة. كل هذه الجلسات تم فيها إدارة مناقشات مع خبراء ومتخصصين، إلى جانب وجود الوزير المعني بهذه الملفات من أجل تبادل الرؤى والحوار فيما يتعلق بهذه القطاعات للوصول لتوصيات تستطيع أن تقوم بيعني تعزيز هذه القطاعات وتعزيز دور هذه القطاعات فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. يعني تابعنا أيضا على مدار اليوم مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدد من الجلسات، وتابعنا التصريحات التي يعني ذكرها رئيس مجلس الوزراء والتي تتعلق بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، وأنه الحكومة والدولة على أتم الاستعداد على مشاركة القطاع الخاص في عدد من المشروعات، خاصة المشروعات التي تتعلق بالنقل والطاقة، وأيضا مشروعات المياه وتحلية المياه، خاصة مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية فيما يتعلق بملف المياه، وأنه يعني هذا يتفق مع سياسة الدولة خلال الفترة القادمة من خلال العمل على زيادة المشروعات القومية. فبالتالي الباب مفتوح أمام مشروعات أو أمام يعني القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات. يعني أيضا أكد على تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية أمس، وأنه الدولة بتتمتع باستقرار أمني وسياسي، ولكن تحتاج لاتخاذ المزيد من الخطوات فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وهو ما يحدث خلال الفترة الماضية وأيضا يحدث الآن من خلال عقد هذا المؤتمر من أجل تبادل الرؤى من خلال مع المستثمرين والخبراء والاقتصاديين للوصول بتوصيات نهائية تستطيع أن تضع خارطة طريق للاقتصاد المصري في المستقبل، وأيضا تحقيق عدد من الأهداف التي وضعها المؤتمر خلال فعالياته، منها التأكيد على مشاركة القطاع الخاص، أيضا كيفية أن يمكن أن يتم دعم المنتج المحلي لمشاركته في تعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب أيضا عدد من الأهداف الأخرى مثل وضع سياسات تساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل و مستدام، وأيضا مواجهة الأزمة أو التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم كله. تابعنا أيضا أمس خلال تصريحات وخلال مقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء عدد من المشروعات القومية التي ساعدت على زيادة الناتج المحلي وتحسين وضع مصر الاقتصادي في عدد من الملفات مثل يعني ملف أو قطاع الغاز، ولكن مع ذلك هناك عدد كبير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي يعني يجب أن يتم ذكرها من أجل العمل على تلافي كل هذه التحديات والتعامل معها. أيضا أنه مصر استطاعت أن تحقق عدد من النجاحات
كما ذكرت في ملف الغاز أيضا ملف الصحة، يتم العمل خلال الفترة القادمة على ملف السياحة، وخاصة أنه يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد ولدعم الاقتصاد المصري. فهناك أيضا جلسة تم عقدها اليوم وتتعلق بقطاع السياحة وكيف يمكن أن يتم جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة. كل هذه الملفات وكل هذه الجلسات تعمل من أجل وضع خارطة لمستقبل الاقتصاد المصري وتحقيق الهدف الأساسي من هذا المؤتمر الذي يعني يختتم فعالياته غدا في جلسة ختامية من المنتظر أن يصدر فيها عدد من التوصيات الناتجة عن كل هذا الحوار وكل هذه الجلسات التي عقدت على مدار اليوم وأمس. جلسة أخيرة ستبدأ بعد قليل لتنتهي فعاليات اليوم الثاني، وبطبيعة الحال سنطلعكم على كل ما هو جديد وما يتعلق بهذه الجلسة. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. جزيل الشكر لك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.